بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم موجه مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل حاجه بقى للحر اللي احنا فيه ده ترطب على قلبنا كده، وحاجه لذيذه كده تنعشنا، وحاجه من البيت، مش هنجيب حاجه من بره. لو انت عندك نص بطيخه او ربع بطيخه، الكل في البيت غضبان عليها ومش عارفه تعملي فيها ايه، وعلشان ما تبص في الثلاجه، وطبعا احنا الجو حر اليومين دول، وكمان البطيخ مش بيستحمل انه يقعد كتير، تعالوا نعمل بيه احلى موهيتو او موخيتو، اي اسم بقى هما اللي هو بيتسمى كده او كده، موهيتو او موخيتو. البطيخ يعني حاجه لذيذه وسهله جدا، بدون اي اضافات ولا الوان ولا اي حاجه، ويطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وسهل خالص، وتحس ان هو بيرطب على القلب كده. مش هطول عليكم في الفيديو كتير، بس قبل ما نروح نشوف الموهيتو او الموخيتو البطيخه نعمله ازاي، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مطبخ مباسل. يلا نصلي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل حاجه كده تسرسح على القلب كده وترطب على قلبنا. يلا بينا. يلا نسمي بسم الله. مبدئيا اي كميه بطيخ موجوده عندك تمام، هنقطعها، نشيل منها اللي هو الجزء الاخضر اللي هو تحت ده. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، هنقطع كده ولا هنشيل بذر ولا حاجه، ونحط في الخلاط على طول زي ما انتم شايفين كده. يعني انا هقطع كل البطيخ بالشكل اللي انتم شايفينه كده، قطعت البطيخ كله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنيجي بقى نعمل ايه؟ عندنا سبرايت، سبرايت عادي بالليمون بيكون افضل، وهبتدي هحط كوبايه سبرايت، ادي واحد ادي الثانيه، من غير ما نحط ميه خالص على البطيخ تمام. ثالث حاجه عندنا تلج، ادي التلج اهو بسم الله، فهو ايه سايح شويه، ونبتدي نخلط كل الحاجات دي كده في الخلاط بدون اضافه اي حاجه تانية. غير اي حاجه عندنا بقى مصفه مشفشه اهو، علشان نصفي البذر بتاع العصير. اوكي، ما صفيناه زي ما انتم شايفين كده، نجيب الكوبايات بقى بتاعتنا الجميله. بسم الله، بصوا شايفين احلى موهيتو او موخيتو بطيخ هتشربوه. لو في تلج بقى ايه ممكن تحطه، بس للاسف بقى انتوا عارفين ان الجو حر، وعلى طول ايه التلج احنا بنستهلكه ما بيلحقش ان هو ايه يعمل مكعبات تلج. شايفين جمال؟ بصوا، ولا لون ولا اي حاجه خالص. نحط بقى الشاليمو زي ما انتوا شايفين كده، بصوا، تعالوا بقى ندوق المخيط بتاعنا. بسم الله، لذيذ ورائع. شايفين الجمال؟ بصوا، طبيعي طبيعي 100%، مفيش فيه كلام خالص، ومن غير اي افتكاسات خالص يا جماعة. شايفين الحلاوة؟ طعمه بقى يجنن، مش محتاج اي اضافة خالص. لذيذ جدا جدا جدا. ده كان الموهيتو او المخيتو، المخيتو البطيخ بتاعي النهارده. يا رب يكون سهل وخفيف ولذيذ عليكم، وينعشكم كده في الحر ويرطب على قلبكم. جربيه وقولي لي رايك الجميل ايه. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناه ام باسل موجه راضي، واشوفكم على الف خير ان شاء الله في فيديو سهل وسريع من مطبخ ام باسل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.